قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس أندري زكي إن الإرهاب لن ينال من عزيمة المتمسكين بالسلام في أي وقت. وفي كلمته خلال ترأسه احتفال الطائفة الرسمي بعيد الميلاد المجيد، أضاف زكي أن مصر أرض الأمن والسلام، لجأ إليها العديد من الأنبياء كما أتى إليها المسيح وهو طفل هربا من بطش الإمبراطور الروماني هريدوس. وحضر الاحتفال الذي أقيم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة الأمين برئاسة الجمهورية كريم الديواني، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والنواب والقساوسة الأرثوذكس.